السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع خطير جدا، ألا وهو موضوع الفاش. الفاش، حشرة الفاش دي حشرة خطيرة جدا، لأنها بتقوم بامتصاص الدماء من الفروخ. طبعا الحشرة دي بتتركز في جوانب الخشب، وطبعا هي يعني من الايه، يعني الخشب ده هو الايه الاساس اللي اللي بتتواجد فيه، وبتاجي في الجوانب. الحشرة دي خطيرة جدا، لانها كمان بتمسك في جسم وفي ملابس الانسان، فطبعا الانسان بالتالي بينقلها الى الفراش. فطبعا حضرتك بقى يعني لو لما يعني ايه لا قدر الله حشرة الفاش تتنقل معاك في البيت وفي على السرير، طبعا الدنيا بتبقى خطيرة جدا، لان الحشرة دي خطيرة جدا، بتخليك يعني جسمك كله كأن في نار عمال تهرش في جسمك، ومش عارف ايه السبب، لان حشرة الفاش حشرة دقيقة جدا، زي يعني بالظبط كده زي ايه، زي سن الدبوس. الحشرة دي اقسام او انواع، منها اللون الابيض، ومنها اللون الاحمر، ومنها اللون الاسمر. طبعا اللون الاحمر ده يعني معناه ان الحشرة دي قامت بمص الدماء وتحولت الى اللون الاحمر. نخلي بالنا ان موضوع حشرة الفاش ده موضوع خطير جدا. اهم حاجة والخطأ اللي احنا بنعمله، ان حضرتك بتروح تشتري عش او بتشتري بياضة للعصافير، البياضة دي بتكون محملة بحشرة الفاش. وطبعا حشرة الفاش انت خدت البياضة، رحت اشتريت البياضة من المحل او من المكان المعين دهوت، وبعدين دخلت بالبياضة الى مكان الطيور، فطبعا البياضة دي ادت الى انتشار هذا الوباء. طبعا حشرة الفاش وباء رهيب جدا، لانها بتتكاثر بشكل كبير جدا جدا، وبتنتشر اكتر، وبتطلع خلال الليل، وبتقوم بمص دماء الفروخ، وبتؤدي الى ان الطيور نفسها اصبحت هزيلة، لان طبعا الحشرة دي طبعا بتمص دماء الفروخ. فانت مهما تعلف او مهما تقوم يعني بايه بتقديم العلف المناسب، بيحصل عند الطيور سوء تغذية، كل ده نتيجة حشرة الفاش. اول خطأ احنا بنعمله يا جماعة، ان احنا بنجيب البياضة ديت وبنركبها على طول في قلب الايه، في قلب غرفة الطيور. البياضة دي لازم الاول نجيبها ونعقمها، ولازما البياضة دي يعني من الافضل ان احنا ندهنها. احنا ندهن البياضة عشان الدهان ده هوت مش هيعمل فيه فواصل بين الخشب، او الفواصل دهيت بتؤدي الى وجود يعني ايه مكان او ثقوب الحشرة الفاشة نفسها بتبيض فيها، وبيتم تكاثر حشرة الفاش في الشقوق اللي هي موجودة في البياضة. فدهان البياضة، لما انت تدهن البياضة تقوم بطلاء البياضة، بيحصل ان الشقوق دي بتتملى بالمادة، مادة الدهان، فبالتالي الدهان مهم جدا جدا جدا. كمان احنا بقى الوقت عشان نقضي على حشرة الفاش نعمل ايه؟ خلي بالك عشان تقضي على حشرة الفاش، احنا بنتكلم في ناس مثلا بتقولك مثلا استخدم خل التفاح، او استخدم التوم، او استخدم الغلة، او اللي هي مغلي الحلبة. كل هذه الامور لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني احنا ممكن نستخدم خل التفاح في حالة الوقاية، يعني عشان نقي الطيور، لكن في حالة العلاج، يعني لما نعرف ان في فاش في المكان، ادام في فاش في المكان تعرف ازاي ان في فاش، ان انت تخش العش، وبعدين يحصل ان انت لما تطلع من العش تحس فيه يعني ايه جسمك كله عمال تهرش فيه، وعمال تحس ان في جسمك في يعني ايه في حاجة ماشية عليه،
تعرف وتتأكد ان في حشرة الفاش، وبالتالي لازم تجيب العشوش وتقلب فيها كويس جدا وتشوف بين الشقوق، هتلاقي ان حشرة الفاش بدأت تكتر جدا، وطبعا بتعمل مصدر قلق وبتخلي كمان الطيور تترك العش. يعني تخيل ان انت نايم كده والحاجة عمالة تقرص فيك، فانت العصافير اللي نايمة على البيض مش هتنام، هتسيب العش وتهجر العش. يعني شوفوا الكوارث اللي هتعملها حشرة الفاش. فانت بقى بالنسبة لخل التفاح، انت تستخدم خل التفاح على طول، لكن في حالة العلاج ما ينفعش خل التفاح، ما بينفعش. طيب احنا نعمل ايه عشان نقتل حشرة الفاش؟ اول حاجة ان انت تحاول ان انت تدهن، تجيب البياضات وتحاول ان انت، او قبل ما تركب اي بياضة عندك، ان انت حاول ان انت تحطها الاول في الشمس 3 ايام، تحاول انت تعقمها كويس، تعقمها بالكلور، الكلور بتاع الغسيل اهو زي ما احنا شايفين كده. الكلور ده هو حلو جدا لانه هيقتل اي حاجة ويعقمها، هيقتل اي حشرة او اي بكتيريا ويعقم. لما انت تدهن البياضة ايضا هتقضي على الحشرات اللي هي بتتراكم وبتنام في الشقوق اللي هي بين الخشب، بين البياضة بعضها وبعض. استخدم الكرور لقتل الحشرة الفاش، لكن طبعا الكرور طبعا بيقتل البكتيريا وبيقتل الفطريات وبيقضي تماما على حشرة الفاش. يبقى عندنا اول حاجة الكرور نستخدمه ازاي. نستخدمه نجيب مثلا لتر مية، نجيب مثلا بخاخة او مسدس اللي هو بيرش المية دوت، ونحط لتر مية، نحط عليه على اللتر مية نحط عليه 5 سنتي كلور، هنحط على اللتر مية 5 سنتي كلور او 10 سنتي، ونستخدمه ونبخ على على البيضات كويس جدا وعلى الاقفاص، بس ما يكونش فيها الطيور، عشان طبعا الكرور ده صعب جدا لما يجي على على عين الطائر او على جسمه، فممكن يعمل له التهابات. فاحنا نجيب نحل البياضات ونحاول ان احنا نرشها بالكلور، وهتشوف قدامك النتيجة قدامك والفاش بيموت. دي اول حاجة. الحاجة التانية ممكن تستخدم تستخدم اي شيء قاتل يعني مثلا للجرب او للقمل او للحشرات. ممكن تروح مثلا العيادة البيطرية، هنجيب مثلا من هناك بعض انواع العلاج اللي هي بتعالج الامل. هتقول للدكتور انا عايز دواء اللي هو محلول ده السائل اللي هو بيعالج الامل، فطبعا الدكتور هيديلك هيديلك محلول تحله في المية العيادة البيطرية. بس خلي بالك الحاجات دي كلها ما تترشش على ما تترشش على الطيور. نحذر كويس جدا ونتابع باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.